السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. لقد آلمنا وأحزننا كثيرا الزلزال اللي حصل في جنوب تركيا، أو كان مركزه في جنوب تركيا ولكنه حدث في تركيا وسوريا، وأدى إلى مقتل حوالي 7000 شخص في تركيا، بل أكثر من ذلك، وأكثر من 2500 شخص في سوريا. هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين. ومن المتوقع أن يشرد الزلزال الملايين. يعني هو طبعا نشاطركم الأحزان في هذه الفجيعة. أهلنا في سوريا وتركيا نشاطركم الأحزان، وأسأل الله العلي القدير أن يرحم الموتى وأن يكونوا في عداد الشهداء. اللهم آمين. أسأل الله العلي القدير أن يصبر أهلهم وأهالي المصابين، وأن يصبر كل من تضرر في هذه المحنة. اللهم آمين. ويا رب يتم إنقاذ كل الذين هم تحت الأنقاض، وأن يخرجوا سالمين. واللهم عجل بشفاء المصابين. اللهم آمين. واللهم بارك في كل من ساهم وقام بإنقاذ الناس من تحت الأنقاض، وأسأل الله العلي القدير أن يبارك في كل الدول التي بعثت المساعدات. اللهم آمين. وكل الشكر والتقدير لرجال الإنقاذ الذين يسابقون الزمن لإنقاذ الضحايا، على حساب راحتهم وعلى حساب وقت أسرهم. أقدر لهم ذلك. وطبعا حصل الزلزال في وقت برد، يعني حتى الناس اللي اتشردت طبعا تعاني البرد. يعني قلوبنا معكم، وإن شاء الله تخرجوا من هذه المحنة أو تعدوا من هذه المحنة على خير قريبا إن شاء الله. اللهم أزل، اللهم يا رب عجل بزوال المحنة يا رب. اللهم آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكركم على المشاهدة، وأشجع كل الناس أن يساهم بما يستطيع لمساعدة أهلنا في سوريا وتركيا، ضحايا ذلك الزلزال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.